بالنسبة لسؤال حضرتك التاني، ست أم عمر للوالدة الكريمة اللي بتتوضأ أول النهار كل الأعضاء، بس تيجي في نص النهار تختصر في الوضوء، يعني ما بتعممش أو ما بيصلش الماء زي ما حضرتك قلتي بيوصل ليه نصف الذراع، والمفروض بيوصل ليه المرفق المرافق. الله تعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى إيه؟ إلى المرافق. فلازم إن أوصل أو يتعمم الماء ويصل إلى غسل أعضاء الوضوء، فهي تبقى لابسة الجلابية اللي لابساها، العباية اللي لابساها، اللي لابساها تبقى الكم دايما أقدر إنها ترفع الكم وتغسل العضو، عشان كده الصلاة هتبقى مش مظبوطة، لابد من إيصال الماء إلى جميع الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء. يا صاحبة السؤال،